أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا نذرت على نفسي أن أتصدق بمبلغ معين من المال عن كل صلاة لا أصليها. أنا نذرت؟ يقول أحسن الله إليكم: أنا نذرت على نفسي أن أتصدق بمبلغ معين من المال عن كل صلاة لا أصليها، ولكني لم أحدد الصلاة، هل هي التي أتركها عمدا أم نوما بعذر؟ لذا فأنا في حيرة من أمري، هل النذر شامل لكلا الأمرين؟ إن كان قصدك النوافل، صلوات النوافل، فهذا ليس القصد منه إلزام نفسك، هذا ليس القصد منه التقرب بالنذر، إنما قصدك إلزام نفسك بهذه الصلاة، إنك تصلي مثلا الضحى، إنك تصلي صلاة الضحى، إنك تصلي صلاة الليل. فإذا كان قصدك إلزام نفسك بذلك فإنها تلزمك، فإذا لم تقم بها فإنك تقضيها، لأنه وجبت عليك تقضيها قضاء. أما إذا كان قصدك الفرائض هذه ما لو تصدقت بالدنيا كلها ما تكفر تركك الفريضة، ما يكفرها إلا أداء الفريضة. الصدقة ما تكفر ترك الفرائض من الصلوات. والنذر إذا كان ما هو بالقصد منه التقرب إلى الله، وإنما القصد منه إلزام الشخص، كأن يقول لله: علي نذر إن لم أعطك كذا، هذا يجري مجرى اليمين، فيه كفارة يمين، يعني ما هو بالقصد منه التقرب. إذا لم أفعل كذا فعلي صوم سنة، هذا ما هو القصد منه النذر، القصد منه اليمين وإلزام نفسك، أو إن فعلت كذا فعلي التصدق بكذا وكذا من المال، ما هو بالقصد التقرب بالنذر، قصدك إلزام نفسك ترك هذا الشيء، هذا يجري مجرى اليمين. النذر يكون إذا كان القصد منه الإلزام، الحث، إذا كان القصد منه الحث على الترك أو الحث على الفعل فهو يجري مجرى اليمين، تحله الكفارة. نعم.